أكثر من 70 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال ببيت لاهيا شمال قطاع غزة. الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول الإنساني دون عوائق إلى غزة. عشرات الغارات الإسرائيلية على بيروت وجنوب لبنان، وحزب الله يقصف مستوطنة كريات شمونة وتجمعا للاحتلال بمزارع شبعة. نشرة أخبار الساعة، أهلا بكم. إلى تفاصيل النشرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم. استشهد أكثر من 74 فلسطينيا بينهم عائلات كاملة وأصيب آخرون في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي قصف خلالها مربعات سكنية مكتظة بالسكان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تزامنا أطلقت طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر قذائف على خيام النازحين المتواجدين في ساحة مستشفى العودة، واستهدفت بشكل مباشر سيارة إسعاف، كما تعرضت مستشفى كمال عدوان لقصف إسرائيلي وإطلاق نار. مجزرة جديدة نفذها جيش الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. عشرات الشهداء والجرحى سقطوا، فيما لا يزال العديد تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال الذي أدى إلى تدمير مربع سكني بالكامل على رؤوس المواطنين. وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية قالت إن طائرة مسيرة أطلقت النار على خيام النازحين في ساحة مستشفى العودة شمال قطاع غزة، واستهدفت بشكل مباشر سيارة إسعاف. المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أكد أن الاحتلال الإسرائيلي توغل بآلياته في بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون، واستهدف كل من يتحرك في مخيم جباليا حتى فرق الإسعاف، مرجحا ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين. وقال سكان ومسعفون إن القوات الإسرائيلية شددت حصارها على جباليا أكبر المخيمات الثمانية القديمة في القطاع، وتوقته بإرسال دبابات إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا القريبتين وإصدار أوامر إخلاء للسكان. وقال سكان في جباليا إن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر عدة ملاجئ تؤوي عائلات نازحة ثم تقتحمها وتعتقل العشرات من الرجال وتحاصر المستشفيات وتمنع دخول الإمدادات الطبية والغذائية لإجبارهم على مغادرة المخيم. وذكر مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أن عمليات الإنقاذ تعرقلت بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت لليوم الثاني. وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة في غزة إن 35 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات إسرائيلية على أنحاء القطاع. جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي أدت فيه الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في جميع أنحاء غزة خلال 24 ساعة الماضية. وفي ظل صمت دولي تواصل آلة الحرب الإسرائيلية الإبادة الجماعية في قطاع غزة على مدى أكثر من عام لتحصد المزيد من الأرواح إما بالقتل أو بالتجويع في انتهاك سافر لكل الأعراف الإنسانية أو ما يسمى بالقوانين الدولية. هذا واتهمت الخارجية الفلسطينية قوات الاحتلال باستغلال الفشل الدولي لوقف العدوان في ارتكاب مجازر جديدة في شمال قطاع غزة. وحملت الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي وقعت في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، مطالبة بصحوة دولية لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأس الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، محذرة من عواقب تمكين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الاستمرار في تسويق ما أسمته منطقة العنجهية العسكرية بدلا من الحلول السياسية للأزمة الحالية.
في الأثناء تواصل قوات الاحتلال إحكام حصارها المطبق على شمال قطاع غزة وتكثيف عمليتها على مدينة ومخيم جباليا لليوم 16 على التوالي، حيث قام الاحتلال بنصف مربعات سكنية غربي مخيم جباليا تزامنا مع تجدد القصف المدفعي على المخيم، كما تجدد إطلاق النار بشكل متواصل من آليات الاحتلال في المخيم. بالتزامن يواصل الاحتلال حصار المستشفيات في المخيم وفي شمال القطاع وسد فيها عن عمد، وقد أسفر العدوان على مدينة جباليا ومخيمها خلال الأسبوعين الماضيين عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة مئات آخرين. دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ثور وينسلاند إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول الإنساني دون عوائق إلى غزة. وقد أكد وينسلاند أن الحرب في غزة تواصل إلحاق الأهوال بسكان القطاع وأن الرهائن لا يزالون محتجزين في ظروف مروعة. من جهته أشار المفوض العام لوكالة الأونروا في البلازاريني إلى وقوع هجوم آخر على مدرسة تابعة للوكالة في جباليا شمال قطاع غزة أسفر عن مقتل العشرات من بينهم عدد كبير من الأطفال. وقال لازاريني إن هذا الهجوم هو الثالث على مرافق الأونروا خلال أسبوع فقط، مجددا التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مقر مخابراتي لحزب الله وورشة تحت الأرض لإنتاج الأسلحة في بيروت، مضيفا أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 من حزب الله، كما شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على عشرات البلدات والقرى في ضاحية بيروت الجنوبية، وطالت كذلك مدينة النبطية للمرة الثالثة منذ نهاية الأسبوع الماضي. وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية إن إحدى هذه الغارات استهدفت مبنى مأهولا تعمل فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض وسحب الضحايا منه. هذا وقد دوت صافرات الإنذار في حيفا وعكا والجليل الأعلى بعد إطلاق نحو 70 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل. في المقابل أعلن حزب الله استهداف مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية فجر اليوم. كما أعلن الحزب أيضا استهداف تجمعا لقوات الاحتلال في منطقة السدانة بمزارع شبع المحتلة برشقة صاروخية. في غضون ذلك تدور اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب الله وقوة إسرائيلية تحاول التوغل باتجاه الظهيرة جنوب الضاحية الجنوبية. توجه الناخبون في إقليم كردستان العراق إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في الإقليم شبه المستقل بعد تأخير هذا الاستحقاق أكثر من مرة. ويجري التصويت لانتخاب 100 عضو في البرلمان ينتخبون بعد ذلك أو ينتخبون رئيسا للبرلمان ورئيسا جديدا، وكذلك رئيس وزراء كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991. كانت الانتخابات البرلمانية من المفترض أن تجرى عام 2022 وتأجلت عدة مرات بسبب خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. يعقد اليوم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج جلسة مباحثات مع لومينيتسا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا بقصر التحرير في القاهرة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر اللقاء حيث تعقد المباحثات بعد قليل بقصر التحرير مراسلة النيل للأخبار أمل صبري. أمل أهلا بك، كيف تتابعين لقاء وزير الخارجية مع نظيرته الرومانية والموضوعات أيضا التي يتم التبحث بشأنها؟
التحية لك ولكل مشاهدينا الكرام. في إطار النشاط المكثف التي تشهده وزارة الخارجية، بيستقبل معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، يستقبل وزيرة الخارجية الرومانية والتي تزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى. بتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات المتبادلة والتي تشهد زخما كبيرا في العلاقات، خاصة أن هذه الزيارات بتكون على مستوى رفيع المستوى. يمكن آخر هذه الزيارات كانت زيارة رئيس الوزراء الروماني إلى القاهرة في السابق في 2023. لو تحدثنا عن رومانيا، هي دولة في شرق أوروبا، دولة مهمة، عضو في الاتحاد الأوروبي. مصر دائما يعني تشيد بالمواقف الرومانية لدعم مصر في كافة مواقفها داخل الاتحاد الأوروبي. أيضا هناك إشادة من قبل مصر بالدور الذي تقوم به رومانيا في تصدير الحبوب إلى مختلف دول العالم ومن ثم الدول الأفريقية، وتسعى مصر إلى شراكة رومانيا في هذا الشأن. السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أعلن أن اللقاء سيبدأ بجلسة مباحثات مغلقة تجمع بين وزيري الخارجية، ثم يعقبها جلسة مباحثات موسعة، ثم يفتتح الوزيران فعالية الدورة التدريبية المصرية الرومانية والتي تنطلق بمركز القاهرة لتسوية المنازعات في القاهرة أو التابع لوزارة الخارجية، ثم يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا. من المتوقع أن تشهد المباحثات العديد من الملفات والقضايا محل الاهتمام المشترك. يعني بشكل خاص هناك، بشكل عام هناك توافق وتطابق في وجهات النظر والمشاورات السياسية المستمرة والمتواصلة بين القاهرة وبوخارست في مختلف القضايا، لكن دعنا نركز على قضايا أو مجالات التعاون الثنائي بين مصر ورومانيا. هناك مجالات متعددة للتعاون، يمكن بيصل حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا ل 1.1 مليار دولار، وده في 2023. عدد الشركات الرومانية العاملة في مصر بيصل لنحو 104 شركة باستثمارات بتصل ل 101 مليون دولار أمريكي. يعني وما زالت هناك فرص كبيرة للتعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. يعني ما زلنا في انتظار انطلاق فعاليات هذا اللقاء المهم الذي ستشهده أو سيشهده مقر قصر التحرير التابع لوزارة الخارجية. شكرا لك يا زميلة أمل صبري مراسلة قناة النيل الأخبار، كنت معنا مباشرة من قصر التحرير. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن الدولة تسعى لتوفير مستلزمات الإنتاج فضلا عن التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة. وأضاف وزير الزراعة في بيان ألقاه أمام جلسة مجلس النواب اليوم أن الحكومة تعمل على حل مشكلات المزارعين وتشجيعهم على تحسين إنتاجية الفدان ودعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر مجلس النواب مراسل النيل للأخبار محمود إسماعيل. محمود، دعنا حول مزيد من التفاصيل حول جلسة اليوم، جلسة مجلس النواب. نعم سحر، بعد التحية في تمام الساعة 11 وكما هو معتاد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وفي بداية الجلسة أحال رئيس المجلس 7 مشروعات بقوانين وقرارا لرئيس الجمهورية إلى جانب مشروع قانون آخر مقدم من السادة النواب، أحالها جميعها إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها تعرض فيما بعد على الجلسة العامة للمجلس، ليستمع المجلس بعد ذلك لبيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق الذي ألقى بيانا وفرغ منه منذ قليل حول سياسات وخطط الوزارة خلال الفترة المقبلة والعمل على تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية وكذلك العمل على الحفاظ على المساحة المنزرعة من الأراضي الزراعية وزيادتها، التوسع الأفقي أو التوسع الرأسي. وقال الوزير ضمن ما قال إن الدولة المصرية تهتم اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي كونه يتعلق بالأمن الغذائي، حيث وصل نسبة الصادرات من المنتجات الزراعية خلال الفترة الماضية وصلت إلى 9.2 مليار دولار. كذلك اهتمت الحكومة أو وزارة الزراعة على وجه الخصوص بالتوسع الرأسي والأفقي والاهتمام بالمحاصيل الزراعية. وأشار الوزير كذلك إلى أن
الوزارة تعمل على التكيف مع التغيرات المناخية باستنباط أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية تستطيع التكيف مع التغيرات المناخية لزيادة الإنتاجية، والعمل على دعم الإنتاج الداجيني وكذلك دعم الإنتاج السمكي وكل المنتجات الزراعية. الوزير أشار إلى أن الدولة لا تألو جهدا ممثلة في وزارة الزراعة في تطوير القطاع الزراعي وتوفير الأسمدة للفلاحين والاهتمام بالفلاح وتلبية احتياجاته من التقاوي المعتمدة والتي تؤتي أو تنتج سلالات جديدة من وكثيرة من الإنتاج. الوزير فرغ منذ قليل وبطبيعة الحال أحال رئيس المجلس بيان الوزير إلى اللجان المختصة لمناقشة بيان هذا الوزير. وفي هذه الأثناء صحر يستعرض المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إلى جانب مشروع قانون آخر مقدم من النائبة دعاء عريبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إنشاء مجلس وطني يضع سياسات التعليم بجميع مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي، ويتبع هذا المجلس رئيس الجمهورية مباشرة ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وعدد آخر من الخبراء وعدد من رجال التعليم ليضع السياسات العليا للتعليم وتتوافق فيما بينها وتحقق التكامل وتتناسب كذلك مع سوق العمل. مخرجات التعليم تتناسب مع سوق العمل. المجلس يناقش مشروع هذا القانون في هذه الأثناء من حيث المبدأ، ومن ثم سوف يناقش مواده البالغ عددها سبعة مواد بخلاف مادة النشر. شكرا جزيلا مراسل النيل للأخبار محمود إسماعيل، شكرا على هذه المتابعة. تنظم مؤسسة حياة كريمة قافلة لأهالي حي الطالبية بمحافظة الجيزة ضمن البرامج الاجتماعية والطبية للأسر الأولى بالرعاية. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل النيل للأخبار محمد محروس. محمد أهلا بك، ولو تضعنا بنوع من التفصيل فيما يدور لديك. تحياتي لك زميل العزيز، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة النيل الأخبار. أنا بالفعل أقف بمنطقة الكنيسة وبالتحديد الوحدة الصحية بالكنيسة التابعة لحي الطالبية بمحافظة الجيزة، حيث تنظم مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية للأهالي الأولى بالرعاية داخل المنطقة وخاصة حي الطالبية، حي مدينة حي الطالبية، للكشف وإجراء الكشوفات الطبية للأسر الأولى بالرعاية. إذا تحدثنا عن مؤسسة حياة كريمة، هناك بعض العلاجات المقدمة بالمجان لأهالي المنطقة، والمستهدف حوالي أكثر من 2000 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية في التخصصات التالية، سواء كان عظام أو علاج طبيعي أو روماتويد أو باطن أو الباطن أو الباطنة أو أيا كان من الأمراض المزمنة التي يحتاجها المجتمع والأسر الأولى بالرعاية داخل هذا الحي. إذا تحدثنا عن مؤسسة أيضا حياة كريمة، فمنذ انطلاقها فهي تشهد احتفالية للعام الخامس على التوالي لما قدمته المؤسسة منذ إنشائها 2019 في إطار دعم القيادة السياسية من خلال توفير بيئة اجتماعية ورعاية صحية في شتى مناحي الحياة على مستوى الجمهورية، حيث ساهمت مؤسسة حياة كريمة في العديد من الأنشطة الخدمية والتنموية التي انعكست على توفير احتياجات المواطنين من توفير مساكن وأوجه رعاية اجتماعية ومؤسسات وتطوير مؤسسات تعليمية. بالإضافة اللافت هنا للمشهد، هناك عدد كبير من المتطوعون والمتطوعين لخدمة أهالي المنطقة وتقديم أوجه الرعاية. هناك أيضا تخصصات من الأطباء مقبلين على مساعدة هؤلاء المواطنين لتلبية احتياجاتهم. هذا أبرز ما لدينا من خلال تواجدنا داخل قناة الأخبار. كنت معنا من منطقة الكنيسة بحي الطالبية بالجيزة.
اهلا بحضراتكم الى اهم اخبار الاقتصاد، حيث اعلن وزير الاسكان الشريف الشربيني تغيير حدود الدخل الخاصه بالمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنيه ضمن الطرح الجديد لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك ضمن المبادره الرئاسيه سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. اشار وزير الاسكان الى ان تغيير حدود الدخل لا يتم بصوره عشوائيه، ولكن ياتي نتيجه لدراسه متانيه ودقيقه للاوضاع الاقتصادية وحدود الدخل بالنسبة للفئة المستهدفة من الإعلان. كما سيهدف التغيير في حدود الدخل إلى منح فرصة أكبر لفئات أوسع من المواطنين للتقدم للحصول على وحدة سكنية مدعومة، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف الفعلية للبرنامج بتوفير السكن الملائم للمواطنين. أكد وزير الري الدكتور هاني سويلم أهمية التحول الرقمي في تطوير أداء القطاعات المختلفة وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية وتحسين كفاءة توزيع المياه وفقا للاحتياجات الفعلية، بما يسهم في تعزيز عملية إدارة الموارد المائية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع أحمد سمير بالمكتب الفني للوزير لبحث أفضل التقنيات المستخدمة في رصد التعديات على المجاري المائية ومتابعة أعمال تطهيرات المجاري المائية. كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم مستهل لجلسات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب، بينما مالت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب إلى نحو البيع، وسجل رأس المال السوقي للشركة المقيدة للبورصة مستوى تريليوني جنيه. ارتفع مؤشر رئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 29%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 24%، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنسبة 35%. لم يتبقى في هذه النشرة سوى تذكير بأبرز العناوين. أكثر من 70 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال ببيت لاهيا شمال قطاع غزة. الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول الإنساني دون عوائق إلى غزة. عشرات الغارات الإسرائيلية على بيروت وجنوب لبنان، وحزب الله يقصف مستوطنة كريات شمونة وتجمعا للاحتلال بمزارع شبعة. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة والمزيد من الـ.AG.